قال أبو إسحاق السبيعي، قال كبرت ورق عظمي، فصرت إذا أردت قيام الليل رفعني رجلان، فما أقرأ من القرآن إلا البقرة وآل عمران ثم أركع. عجزت، قال أنا شغلة كبرت بيرفعوني نفرين، لكن بعد أقيف ده ما بقرأ كثير، بس البقرة وآل عمران بركع طوالي. والله ده العباد ولا ما عباد؟ ولد الإمام أحمد واحد من أولاده، عبد الله بن أحمد ولا صالح بن أحمد، قال كان أبي يصلي قبل أن يجلد 300 ركعة بالليل، فلما جلد ونزل كتفاه صار يصلي 150 ركعة. كتفه نزل، نانا كتفنا فوق ما بنتيم 50، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 11 ركعة. دي السنة، دي السنة. فكان عباد، تكون عابد وعلى عبادة في موضعه، مش هنا شغال في الحافلة تمسك مصحف تقول عابد، لا لا، هنا العبادة فرفور ده تقوم تفرفر فيه، تقوم تكشفه، ما مشكلة تقول لهم يا ناس في مشكلة هنا، في مشكلة جابوا لنا بتاع، ما مشكلة ده وهكذا تمشي تركب بص جابوا لك داك عدي بينا رقص الجماعة تذكر عينه تقول سايقين عربية بنصي شغال تحت، يا عدي بينا ويا ريس وقف المركب خلي الشباب يركب، داري غريبهم معاه ما غيرك، وقفوا طوالي يقول لهم بشعر ده بهز راسه ده اكشفوا طوالي، لا اكشفوا طوالي مين جيلان نور جيلاني، ماشوا هناك بغادي حسين صادق غيره اكشفوا طوالي، ولا توب يا ربك انت شاب يا زول ارجع توب، عندك صوت جميل اقرا قران بكي الناس، شغالته تغني وبجاي سرقه دور ومصيبه وما مصيبه وانت ساكت ساي سلفي تكشف طوالي، ما مش تجي من الحرم يا خالد الغامدي تجي هنا، يا اخي عبد الله بن المبارك ده ما سلف، رسل للفضيل بن عياض سلف، الفضيل تاب وبقى قاعد في الحرم بيعبد ويبكي، داك مشى الجهاد عبد الله بن المبارك رسل له، ما قال له تعال زور الصوفيه، قال له يا عابد الحرمين لو ابصرتنا، بيعبد في الله جنب الحرمين برضه ما خلاه، ده ما قال ما هو كتاب راح الجهاد، يا عابد الحرمين، وما جهاد السرورية التكفيرين الدواعش، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب أو يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. راح قدام قال لي فضيل، قال لي جزاك الله خير كلامك صح، وداه حديث وراح كلامه صح، قال جزاه الله خير وكذي وقبل النصيحة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.